والله الوضعية تعبانة، تعبانة فهذ مرة. والشارع مشير مكسر بالمرة، يعني حتى ما يمشي بيه. انتوا تشتغلون على يسار ولا وين؟ لا، من التموز على الجديدة. من التموز على الجديدة. هاي وضعيتنا. يومي ايش قبل تطولون النار؟ والله صار لي تقريبا من الساعة 8 لحد الآن. تخبيطة واحدة؟ هاي التخبيطة واحدة. عندكم جراج يعني واقفين له؟ هو نحن مجرين هاي الساحة وقاعدين بيها. ننطي ايجار. شو مطالباتكم من الحكومة؟ مطالباتنا يفتحون الخط. رجعون الخط مالتنا. يعني باب الطوف؟ باب الطوف. بس احنا واقفين بالجديدة، بس الساحة مالت جديدة، يما الشارع مالت جديدة. يعني نطول كل كذا طول 4 ساعات الله يحمل على المشيرفة. زين 4 ساعات. فهذا الشيء والله ما يصرف لنا. فعلوا انا اطلب من سيادة المحافظ يفتح لنا الساحة مال باب الطوف. زين اسعدكم منا على يساركم موجود؟ اكو موجود. بالشنو والله تعبان. حل تعبان، حركة ضعيفة. مكسر. زين اي والله. والله الطريق هذا كله مكسر الساعة بالضبط. كله مكسر الطريق هذا الساعة. والله هذا الطريق مال باب جديد. طالعين على باب جديد. ما صار قديمة. اي على صار قديمة. كله مكسر هذا. والله ولا بلط ولا سووه، بس عدلوه بالتكنه وخلوه. والله الطريق وين ماشي بيه اصلا. وعلى فروع جاي نطلع نفتر الفروع كلها بس على نوصل اليسار. وبتكاوني احنا والنفرات نوبات على 500 على ربع. والله مطالبات بطلوا الشوارع يفتحون ساحه باب الطوب. والله وضع الكيان جاي تشوفون انت حاليا. نجي نطبق هنا 3 ساعات 4 ساعات على ما يجينا سرعين. هاي الساحه اهليه. ابو الساحه نطين طراقه 500، هذا الاولى 250 نطين. والكروتنا كلها نطلع من هنا 4000 4000 ونص. نجي على الشوارع مكسره، ما تلحق تصلح الشارع 60 تكسر السيارات، ما لحق تصلح تخم. لو نصلح السيارات، لو نصرف، يعني ما وضعيتها عاد تشوفونها. مطالبات الحكومة نريد شوية مثل ما نقول تحسين للشوارع، دعم للقطاع الخاص، دعم للعالم، تطير رواتب العالم، العالم تصير حركة شغل عمل. كيات مال الأيمن ماكو أحد يتابعها. لاكو لا هيئة لا نريد مال باب الطوب يفتحون بس. دراج باب الطوب. إي. هسا عندكم على اليسار تطلعون؟ والله هم أهل اليسار، نروح على اليسار ما يحملونا. يقول انتوا روحوا ما لكم حصه هنا. بس من هنا هي ما ترجع فارغ. ترجع فارغ بس تعب. تطلع من هنا مليان ترجع فارغ. ايه. شلون الطريق شلون الجسر؟ والله شارع 60 قالوا بلطوه، هو ما بلطوه. بلطوه لهم شوي عفوا. هسه كل الوريات مغادي عاد تجي. و يعني السيارات كلها تلفت، اللي تايات وراحت، اللي سبرنجات وراحت كلها.